وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بدأنا لك فتحا مبينا صلى الله عليه. اللهم تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويرزقك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده مضطر من دعانا إليه بالإذن وقال نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه. يا مشفق صلى وحبانا صلى الله عليه. فانك لطالما لنسرك الاسماء فهم سفر النجاة حمالا صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حمى دليلك اسمع لولائه عنوانا صلى الله عليه. بسلك ما حدا حد المودة هيا جل شجالا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لنا المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم فضل النفوس والنفائس هالا صلى الله عليه. لا يسلون بذكر طه المصطفى إلا من دعش وذابرانا صلى الله عليه. فتجد الأرواح تستنف اللقاء فإن تسأل رب الرضوان صلى الله عليه. أهل المحبين كذا فاسمع إلى ثير المشفع والإب الأذانا صلى الله عليه. وصل إلى صابط المجتبى وانظر لقلبك يمتلئ بدلالا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من اليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. وترضى عبده من نبي بذكر عظيم به منانا صلى الله عليه. وأبد المولى تأمل قوله فليبرأ أذن به فرحانا صلى الله عليه. مستمسكا من عروة الوثقى ومتسما بعمل الله من أنشانا من وراء من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه. بين التراب وبين ما ينفس فيه من غفلة عنده وكن يقضانا صلى الله عليه. وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه. لم تبتلي من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى مروا سيئها خرجت من نكاح لي إليه صانا صلى الله عليه. قال الله وما اختاره وما براك مثلي إنسانا صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنص والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعته بالقدر بين هذا الأديان لما أتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرن وتصلحن أعوانا صلى الله عليه. البشروا أقوامهم في المصطفى أعظم بذلك رتبته ومكانا صلى الله عليه. وهو وإن جاء الأخير مقدما يمشون تحت لوائهم الندى ومشفع لنا قد لا سوانا صلى الله عليه. أنت أولى ترفع وسط الطا وكل يسمع لقولك نجم فقرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا نادي أنا امتنانا صلى الله عليه.